نروح للمسلسل او القصه الخاصه برمضان صبحي. العديد بيتكلم فيها والكثير اتكلم عن حكايه رمضان صبحي مع النادي الاهلي. النادي الاهلي من فتره طويله تحدث ان هو الفيفا كان قال لا، اللعيبه موجوده مع الانديه لحين انتهاء المعاره، من مع الانديه لحين انتهاء الدوريات الخاصه بها في كل دوله، ده عشان الاجراءات اللي كانت موجوده الاستثنائيه، ان في دول ابتدت اعاده الدوري مره تانية مبكرا وخلصته، في دول تانية لا، زي ما موجوده عندنا دلوقتي. وقصه بالظبط رمضان صبحي لعب هيدرسفيلد الانجليزي المعار من النادي الاهلي. النادي الاهلي فكر بجديه طبعا مع فايلر عن امكانيه تواجد رمضان صبحي في النادي الاهلي واحتياجات النادي لخدمات رمضان صبحي. طبعا فايلر بكل تاكيد اكد على احتياجه لخدمات رمضان صبحي في الفريق بشكل يمكن ما يكونش مباشر او رسمي. خلينا نقول كان هناك عروض وارقام ممكن النادي الاهلي ما كانش يستطيع البت فيها او الحصول على يعني نقدر نقول ايه خدمات رمضان صبحي او التقليل مباشر بالرقم المبدئي اللي كانت قال في بدايه القصه اللي هو 9 مليون يورو، وبعدين التفاوض لاقل من كده شويه وصلنا ل 6، طب ايه ممكن نوصل لـ4 والنادي الاهلي يقدر يدفع ولا لا. هيدرسفيلد بعت لرمضان صبحي وقال له لا خلاص انت لازم ترجع، الاعاره بتاعتك انتهت. وفي عروض سمعنا بقى واللي موجوده على السوشيال ميديا ان ارقام خياليه وعروض متاحه لرمضان صبحي، وكان تحديدا هتكلم عن عرض بيقال انه من نادي الزمالك ب 100 مليون لضم رمضان صبحي لصفوف نادي الزمالك. هيدرسفيلد في الخبر اللي معانا ده بيقول انتهاء اعاره رمضان صبحي، عدم مد اعاره رمضان صبحي حتى نهايه الموسم الجاري بعد انتهاء فتره الاعاره بشكل رسمي يوم 30 يونيو الماضي، وهو ما يعني عدم استكمال رمضان صبحي لبطولتي الدوري ودوري ابطال افريقيا هذا الموسم حال عدم توصل الطرفين الاهلي وهيدرسفيلد الى اتفاق في هذا الشان. واكد مسؤول هيدرسفيلد على ان مواعيد القيد في مصر وانجلترا وكذلك في جميع دوريات اوروبا متعارضه، وهو الامر اللي طبعا هيحول دون مد اعاره رمضان صبحي في حال فشل مفاوضات النادي الاهلي بشكل نهائي مع هيدرسفيلد، وهيبقى خلاص رحيله لنادي اخر في اوروبا. قصه لسه فيها ابعاد وحلقات هنشوفها فيها المرحله القادمه. رغبه لاعب، رغبه نادي، نصايح بياخدها اللاعب سواء بقى من كابتن شوقي غريب، سواء طبعا المدير الفني للمنتخب الاولمبي، سواء للمقربين ليه من اهليته. رمضان صبحي نفسه عايز ايه؟ هيدي قراره ايه للنادي الاهلي؟ النادي الاهلي امكانياته ايه؟ قصه ليها فصول اخرى هنشوفها في المرحله القادمه.